يعني كما كنقول حنا الطباع ديال المدرب يعني بان خلال المردود ديال اللاعبين، فكنظن بانه الثنائيات كانت هي تقريبا كلها للمنتخب يعني الفرنسي، علما ان الاحصائيات اظهرت ان يعني التمريرات كانت اكثر لمنتخب بلجيكا، الاستحواذ على الكره كان لمنتخب بلجيكا، استخلاص الكره كان لمنتخب بلجيكا، وكنظن بانه العنصر الفعال اللي كان كيشتغل اكثر هو وسط ميدان منتخب فرنسا، كونتي وبوبغا يعني داروا واحد العمل كبير. واللي ميز كريزمان اليوم هو ان في الحالة الدفاعية كان كينتقل لوسط الميدان وكتولي كثافة عددية هي اللي عطلات يعني الكرات أنها توصل لاعب لوكاكو اللي كان اليوم غائب على المباراة بصفة نهائية. فكنظن بأنه يعني مع مرور الوقت والمنتخب متقدم بهذا الهدف لصفر واللاعبون يستشعرون على أن المباراة يعني قد تحسم بهذا الهدف، نعم. يعني التجؤوا إلى هذا الخبط الكروي واللي هو موجود في كرة القدم، وخذوا منه وقت كبير وفي نفس الوقت نرفزوا لاعبي منتخب بلجيكا ودخلوهم في متاهة ربما صعبت عليهم الأمورية أكثر من هذا. حتى هازار يعني في الجولة الأولى كان متميز، ولكن نام في الجولة الثانية إلى 20 دقيقة الأخيرة. حتى دي بروين كان بمستوى هزيل، لأن التوظيف لم يكن كما قلنا أمس كتوظيف للمباراة الأولى، يعني غير له التوظيف ومشى الجهة اليسرى، كنظن بأنه بدل مجهود كبير، نعم. ولما احتاجيناه في النزعة الهجومية كان غائبا، وبالتالي المنتخب الفرنسي يعني دبر المباراة بعقلانية وبخبت أوصله إلى مباراة النهائية.